السلام عليكم. اليوم إن شاء الله من هذا المنظر الجميل الذي يطل على مدينة شيفشاون هذه نبدأ المسار ديالنا. وهذا المقطع هذايا يقولوا له سيدي عبد الحميد نسبة إلى هذا السيد. هذا المسار إن شاء الله راد يكون سهل في متناول الجميع. المدة الزمنية ديالو جد سوايع حتى جد سوايع عمر. وانا نصور هذا الفلوغ هدايا او هذا الفيديو هدايا ونضطر على بالي واحد الفكرة. سألت علاش الشاون عنده 7 البيبان؟ وبهذه المناسبة هدية ان شاء الله في الفيديو القادم او في الايام القادمة غادي نحاولوا نصوروا البيبان ديال الشاون بالاسماء ديالهم ومن عين المكان. سيدي عبد الحميد هو واحد البارك ولا واحد المنتزه طبيعي رزال، يمكن اي واحد يطلع عني هنايا هو وولادو او لا يكون كبير في السن ويرتاح مع راسو ويقدر يتمشى. هذه واحده من الاشياء اللي هي مزيونه عندها لنا هنايا في سي عبد الحميد هي هذه الباحه هذه اللي كاينه هنايا ولله الحمد. عاود يمكن الانسان يجي ويجلس مع راسو هنايا هو ولادو، يقدر ياخذ ميريندا ديالو ولا ساندويش اللي كتب الله. من هنايا غادي نبداو التراجي ديالنا. بديناها من سي عبد الحميد وجبناها حتى هنا في الدخله تيسملال وغادي نطلعوا فحالنا من هنايا ان شاء الله. هنايا في منتصف الطريق كاين هاد الكافة هنايا. أنا معكم من جديد. سبحان الله أنا يطلع ولا طرأ على بالي واحد المجموعة ديال الأشياء اللي لا تحتوي الرقم 7. أنا غير صدفة بديتها بأبواب شيفشاون حقاش عندها 7 البيبان، وبشا بالي كاين مراكش عندها 7 رجال، كاين 7 سماوات، كاين 7 أيام نطوف حول الكعبة 7 مرات. شنو يا اخور؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى هي لا تشمل 7 كلمات. واللي بالو واللي اللي يفهم شي حاجة يزيد يكملها من عنده. ولكن السؤال اللي بقى مطروح، هاد الرقم 7 عنده واحد الخصوصيات في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياة المؤمن. دابا أنا بيدينا نتسائل شنو هو السر اللي جعله الله سبحانه وتعالى في الكون وعبر التاريخ على أنه متميز من الأرقام كاملين. وهذا سؤال يمكن تجاوبوا عليه أنتم. ألي السلام عليكم. تبارك الله عليكم. من بعد ملي طلعنا هاد المسافة هادية ما غاديش نزيدو نطلعو حيت تيسملال، لا حدنا هنايا غادي ندخلو فحالنا من هنايا وغادي نمشيو مع هاد الطريق هادية اللي كاينة هنايا. اوكي. وبالمناسبة هذا المسار هدايا في إمكان الجميع، هانتوما كلا تشوفو معايا الصديق ديالي والعايل ديال الأخ ديالي. اوكي. يعني اي واحد بالامكان ديالو يجيب ولادو ولا يجيب عائلته ويقدر يدير هذا المسار هذا راه ساهل. السلام عليكم. غادي تجيبوها بلاصه ليش هاديه ومعها
زدت وطلعت كاين العقابي بزاف. وهذا المسار بالنسبه للمبتدئين من الاحسن يمشيو فحالهم هنايا باش يصيبوا واحد النوع ديال الواطيه، وكاين النزول، وغادي يتمتعوا بطبيعه مختلفه باش ما يقنطوش بركي، علاش كاين العقبه وهنا في نفس الوقت حنا غادي ندخلوا للغابه، ومن بعد كاين مناظر اللي هي من جهه اخرى. اوكي تبعوني وانا غادي نوريكم شنو كاين. من بعض الاشياء اللي يمكن ياخذ الانسان معه هدايا في الطبيعه، وخاصه في الطراجي اللي هو قصير من هذا النوع هدايا، يعبر بعض التمر. الكميه هذه كافيه باش يقدر يزود شويه الطاقه. وانا نعرضكم داك لو معنا التمير. انا بسم الله. بسم الله. انا اخي بصحتك. شكرا. قول بسم الله. بسم الله. شكرا. هاني بصحتكم. تبارك الله عليكم. ما تنساوش تشجعونا وتابوناو معنا، هذا راه شرف لينا حنايا. تبارك الله عليكم. من هنايا ليتسالى الطراجي، ويلا بغيتي تهود فحالك من هنايا من هاد الطريق هادية ها هي غادي تهود ديرك، ولكن ولا كنتي باقي قد تزيد شوية تقدر تمشي فحالك مع هاد الطريق هادية، ولي يطلب منك تقريبا واحد 15 دقيقة وغادي تهود على الشانطي. هذا هو اللي كاين، ولا تجيب تقريبا غادي تزيد واحد نص ساعة هاد الطريق. هذا صديق ديالنا طلب منا يخرج معنا وعملنا معاه هاد الباسيو هادية على السعد والرحب، اللي بغى يخرج معنا مرحبا به. بيناتنا التليفون بصحتكم. ها